لنادي الجونه الحقيقه اللي عامل حتى هذه اللحظه بعد 7 جولات 4 انتصارات و3 تعادلات ولم يخسر، سجل 8 اهداف، لم تهتز شباكه سوى 3 مرات، عنده من النقاط 15، بدا بتعادل مع طلائع الجيش في القاهره 1-1، ثم مع المصري في الجونه 1-1. لحد هنا ما كانش حد بيقول ان الجونه ممكن يبقى شكله السنه دي بالشكل ده، ثم فاز على الاسماعيلي بهدفين مقابل هدف، فاز على اسوان بهدف مقابل لا شيء، فاز على مصر المقصه بهدف مقابل لا شيء، تعادل مع المحله في المحله بدون اهداف، فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل لا شيء. والتر بواليا هو هدافه ب3 اهداف ولكنه رحل، ثم ظهر كريم الطيب بهدفين، جوزيف جوناثان بهدف مقابل مسجل هدف، والشبراوي مسجل هدف واسلام شبراوي. هناك فارق ما بين الشبراوي واسلام شبراوي. كابتن ابو العلا، الجونه ما له وما عليه. الجونه اتسحب في الدوري الممتاز بشكل جيد جدا. اول حاجه كابتن في علاقه خاصه وكيمياء ما بين رضا شحاته ولعيبه الجونه، هتشوفها في احراز الاهداف، تشوفها في ادارته للقاء، حتى الفترات اللي مسك فيها الجونه الموسم اللي فات، الفترات المتقطعه كان افضل نتائج للجونه لما كان مع رضا شحاته. يعني انا شايف ان قرار جيد من اداره الجونه ان يستمر وهو اللي يبدا الموسم، وفعلا بالفعل بدا الموسم، رغم ان كابتن ممكن يكون السكواد اللي معاه السنه دي ما كانش بنفس عدد الاسامي اللي موجوده الموسم اللي فات. اسلام شبراوي واسلام رشدي يا جماعه، متاسف جدا اسلام رشدي، اسف. رغم أسف ان ممكن يكون عدد اللعيبه اللي معاه السنه دي كسكواد ممكن ما يكونوش زي اللعيبه اللي كانوا موجودين الموسم اللي فات من اسماء كبيره جدا، لكن كان في مشكله في جونه السنه اللي فاتت من الناحيه الجماعيه. نعم. السنه دي الجونه تحسن من الناحيه الجماعيه. من الناحيه الجماعيه. اذا هنا على طول بنروح على رضا شحاته. بالظبط كده، عشان بقول لحضرتك الناحيه الجماعيه. نعم. اختلفت في ايه بقى يا كابتن؟ اولا انا حاسس ان في اختلاف بين الموسم ده والموسم اللي فات في اوضه اللبس. نعم. بمعنى ان انا شايف روح مختلفه. نعم. شايف اللعيبه عندها لعب جماعي وحلول جماعيه هايله جدا. انا عايز ابقى اشوف الجون ده تاني بعد اذن حضراتكم من بدايته، اتفضل كده. فيمكن كمان انا اللي عاجبني ان حتى لما غاب من عندهم هداف فرقته اللي هو والتر بواليا في انتقال، لا ما حسيتش الفرقه تهز. لسه ما نقدرش عند حضرتك حق قوي دلوقتي، بس تعادلوا وكسبوا بعديها. بعدين هو اتسحب، هو اول مباراتين كانوا بره ملعبه. ارجع يا وائل وبقى